السلام عليكم. كنشكروا اشواق اللي كنلقاوها ديما مواكبه الحدث وتغطيه جميع القطاع ديالنا، كنلقاوها ديما حاضره. اليوم عندنا واحد اليوم استثنائي، هو توزيع قفف رمضان للجمعيه. ديما كل سنه في رمضان كدير هاد القفاف ديال رمضان، وكما قالوا الاخوان بانه هاد الدعم كيديروا الاعضاء ديال الجمعيه من مالهم الخاص وبعض المحسنين باش نخفوا على السائق المهني اللي في وضعيه صعبه، للناس اللي ما بقاوش خدامين، اللي وقفوا من العمل، اللي عندهم امراض مزمنه، يعني اللي وقفوا مساكن، اللي ما بقاش عندهم باش يسيروا الخدمه ديالهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه للاخوان ديالنا اشواق، المواكبه ديالهم المستمره، وبصفتي كامين تنحيي وتنشد بايدي بحراره على الاخوان ديال جمعيه النور، اللي رغم الاكراهات ويعني رغم الاكراهات الشديده وان مازال واكبت في العمليه ديال توزيع قفه رمضان. وانا حضرت معهم يعني بالامس، حضرت معهم واحد الاجتماع اللي هو مهم، وهذا نداء للجميع المعنيين بالاعمال الخيريه. كتناقش الجمعيه دابا النور، كتناقش واحد المشروع يعني يعني الاعمال الخيريه المستمره، خصوصا الاخوان اللي اصبحوا متقاعدين على العمل، اخوان اللي عندهم امراض مزمنه، اخوان اللي ما بقوش كيقدوا يخدموا وهما حريفيه معنا، ما بقوش كيخدموا نهائيا. وهاد القفه ديال رمضان بطبيعه الحال راه ما هي الا حركه، ويعني بحال ما نقولوا حركه تعبيريه على المشروع اللي كتفكر فيه ان شاء الله مقبلا، باش انه تبقى شهريا ولما لا موسميه تكون لفائده للناس. لهذا انا نحييهم كامين ديال الحرفه، وانا راه مشيت حضرت معاهم اليوم وحضرت معاهم طيله هذا الشهر، وشفت يعني في الكواليس ديالهم كيفاش تيخدموا وكيفاش تيتحركوا وكيفاش تيقلبوا على هذه القفه. وكما قلت لكم رغم الاكراهات، لان السنه الفارطه كان بعض السائقين تما تيعاونوا بالمساهمات، منخرطين تيعاونوا بالمساهمات ديالهم. حاليا دابا داك السائق مابقاش كيقدر يعاون لانه تزاد عليه في الغازوال، تزاد عليه بزاف ديال الاكراهات حتى هو عنده. فارتأت الجمعيه انها تحمل المسؤوليه باش انه ما يدوش العام خاوي. وكما قلت لك انها كتفكر في القفه المستمره، لما لا تكون شهريه لفائده هاد الناس اللي ما جالسين على العمل. وكنحييكم مره اخرى، وتنقول الاخوان مزيدا من الصبر ومزيدا من العمل، ومن سار على الدرب وصل، والله لا يضيع اجر المحسنين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. كنشكروا الاذاعه ديال اشواق على المواكبه ديال الجميع التغطية ديال السائقين المدينة الجديدة. وكما كتعرف الأخ، اليوم راه عندنا واحد اليوم خاص على بالنسبة لشهر رمضان. كتعرف هاد الجمعية راه كدير عدة أنشطة، من بينها الأنشطة اللي هي كتاخذها على العتق ديالها كل سنة هي هاد القفة ديال رمضان، اللي ارتأوا الإخوان باش يواكبوا هاد المرحلة ديال من العام لعام، تبقى غادا لأن العام الثاني ديال الإخوان ديال القفة ديال رمضان، وخادوا على العتيق ديالهم رغم الظروف اللي كيعيشوها الإخوان السائقين. تعرف الأخ ديالنا بالنسبة لهادشي ديال ارتفاع ديال المواد ديال الغازوال وهاد الغلاء المعيشي اللي حنا واقعين فيه كسائقين مهنيين، لأن الإخوان اللي هما في هاد الجمعية راه كلهم سائقين مهنيين، وكاين إخوان معانا اللي مراد، وكاين اللي مبقاش كيخدم، وكاين عندنا عده ظروف هنا في هذا المجال ديال الحرفه ديالنا.
اللي هي الحرفه ديما كنقولوها قطاع غير مهيكل. وبالنسبه لهذه القفه ديال رمضان راه الاخوان هذا العام راه كتبقى استثنائيه، حنا قلناها لاننا العام الاخر درناها بمساعده ديال الاخوان ديالنا السائقين، وهذا العام رحنا ارتئينا باش نفيتيو منها السائقين، لان السائقين عندهم مشاكل كبيره اللي كيعيشوها وسط القطاع ديالهم، من بين هذا الغلاء المعيشي اللي كاين وهذا الغلاء ديال الغازوال. لان كما كتعرف الاخ دابا راه ولا السائق المهني راه كيدير جوج روسيطات في الخدمه ديالو، الروسيطه ديال الغازوال والروسيطه ديال الطاكسي. وكاين اللي دابا راه وصل انه تم حتى في خناقات مع مول المأذونيه، واغلب السائقين دابا راهم حنا التجأنا لهم الاغلبيه راه ولا مشردين على حساب هذا الغازوال اللي كاين دابا. وحنا في حين دابا راه كنتسناو في الدعم ديال الدوله اللي قلنا دعم، في حين هما سموا اعانه، لانه ماشي في كما قلنا ما لايقش لهذا القطاع هذا، لان احنا تزاد علينا الدوبل علينا الثمن ديال الغازوال. وهذا الدعم الاعانه اللي داروها هي ملي جينا نقسموها لقيناها ب 50 درهم، وهاد 50 درهم اللي عطاونا هما مزيود عندنا على ثلاثه المرات، يعني حنا كنعطيوهم من الجلد ديالنا ومن المدخول ديالنا اليومي. وراه الاخوان راه اغلبيه اللي مابقاش باغي يخدم في هذا رمضان حبسوا الخدمه، قال لك واحد 10 ايام ولا هذا عاد نقدروا نطلعوا على ما بان لنا شي حاجه اللي ندخلوا بها الرزق. راه تابعنا عيد لوليداتنا، تابعنا مشاكل، وهذا الشيء علاش درنا الكفه، خذوها الاخوان على العاتق ديالهم. كاين اللي تسلف ودار معنا، كاين اللي باع شي حاجه اللي هي ديالو باش يعاون الاخوان. ورغم ذلك رحنا العام الاخر درنا واحد الكم هائل ديال الكفاف، وهذا العام رحنا درنا النص باش تعرفوا الوضعيه راه هي مأزمه بزاف. وخدينا على العاتق ديالنا باننا ما نهبطوش يدينا، لاننا عندنا ناس اللي هما في وضعيه صعبه وكيتسناونا، ما يمكنش نبداو نقول لهم حنا الهضره اللي كنعيشوها وسط القطاع اللي ولينا محافظين على الناس اللي كيركبوا معنا، ولينا كنقولوا لهم راه حنا ولينا مأزمين، حنا ولينا كما قالوا شي وحدين حنا كنسعاو، حنا ما كنسعاوش في الطاكسيات، ولكن الناس اللي هما مسؤولين علينا في هذا القطاع واللي كيتحاوروا مع الداخليه هما اللي خلاونا كنسعاو، لانهم كانوا هما بواحد كما كنقولوا بواحد اللي كيتحاوروا علينا واحد الكفاءه اللي هي كبيره ما غيطراش لينا بحال هكا. وزادوا بينوا لنا في الدعم، لان الدعم صيفطوا مول المركبه والمستغل وقصوا السائق المهني لانهم ما كيعتبروش. وكنشكروا مره اخرى اش واقع، وهذه القفات راه حنا كنديروهم في سبيل الله على الوالدين ديالنا على الاخوان ديالنا، والله يدير تاويل الخير. وكنشكروك اخويا. اشترك الآن في قناة أشواقع تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواقع تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.